في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المتدنية التي تشهدها معظم المناطق في سوريا، تبرز الحاجة لتعزيز القيم المثلى في التعايش والتسامح ونبذ الخلافات، لا سيما في المناطق المتنوعة عرقيا ودينيا وثقافيا. مدينة رأس العين شمالي الحسكة المشهورة بتنوعها احتضنت ندوة حوارية لتقريب المسافات بين مكونات المجتمع. اللقاء الإنساني واللقاء الأخوي بين المكونات أو بين الطوائف أو بين العرقيات تجمع الفكر الإنساني لحل المشاكل. يجب أن نعود للفكر الإداري الإنساني لكي نخلص من هذه الأمور. نظم الندوة الحوارية فريق تطوعي ناشئ، وهذه الندوة الأولى التي عقدت في كنيسة مريم المجدلية، على أن يكون هناك ندوات لاحقة متشابهة. حضر الندوة معظم مكونات المدينة وعدد من القيادات المدنية والسياسية. شعب رأس العين شعب متفهم متقبل، فإذا نحن تواجهنا هذا الشعب وجها لوجه عن طريق الندوات والمحاضرات والندوات، فراح يتقبلوا هذا الشيء وراح يكون أسرع طريقة لنا لنوصل لأسرع حل لحل هذه الأزمات الطائفية ونوحد هاي الأفكار. على الطبقة المثقفة أن تقوم على توعية الناس وتوعية المجتمعات إلى الرقي، إلى العمل الحضاري، إلى العمل الثقافي، ونكون نخرج بإيجابية جيدة. ربما تسهم الحوارات واللقاءات بين مكونات متعددة الثقافات في الحد من الخلافات التي قد تنشب في المدينة الواحدة، وربما تمنع حدوث أي صدامات قد تفكك شرائح المجتمع. مدينة رأس العين غنية بتنوعها الديني والثقافي والمذهبي، ويعيشون في المدينة منذ مئات السنين، ويحاول المؤسسات والأهالي تعزيز هذا التنوع الفريد بما ينعكس على تطور المجتمع ورخائه. مهند بكور، حلب اليوم، مدينة رأس العين.